أخبار محلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. دشن محافظ الحجر اللواء الركن أحمد تركي ومعه وكيل المحافظة وضاح الحالي من الجولة الثانية من الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بتنظيم وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف. تستهدف الحملة تطعيم 165,137 طفلا وطفلة. وأكد المحافظ التركي أهمية إسراع المواطنين بتحصين أطفالهم للحفاظ على حياتهم من مرض شلل الأطفال وخطره الفتاك. من جانبها أكدت نائبة مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة نجاة القمر، أكدت حرص الوزارة على ضرورة وصول فرق التحصين من بيت إلى آخر في جميع مناطق مديرية المحافظة. في يومنا هذا طبعا ندشن الجولة الاحترازية الثانية لمرض شلل الأطفال، هذا المرض المعدي الفتاك الذي أضر كثير من الأطفال. ولهذا نقول للأخوة المواطنين أن هذا المرض مرض خطير، وأصبح نحن عندنا في المحافظة طبعا يعتبر أنه مشلول هذا العمل بحكم أنه ترقينا القرعة الأولى، واليوم نحن نصلح هذه القرعة اللي تعتبر القرعة الاحترازية الثانية. نهيب الأخوة المواطنين بأنه لازم من مساعدة العمال إن كان في المنازل وإن كان في الوحدات الصحية والمراكز الصحية في إخراج الأطفال واستيعاب هذا اللقاح المهم الذي نحن نعتبره مهم على مستوى الدولة بشكل عام، لكن بعض الأخوة المواطنين بحكم مستواهم العلمي يعتبروا أنه موضوع بسيط. نحن نقول للأخوة المواطنين عليكم مساعدة اللجان ومساعدة العاملين ومساعدة الفرق الذي بتنزل للبيوت منزل. دشن محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم ومعه الوكيل المساعد لوزارة الصحة دكتور حسين الأعوش ومدير عام مكتب الصحة بأبيان صالح قاسم الأثرم، دشنوا الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال التي ستنفذ خلال الفترة من 15 حتى 17 من يوليو الجاري. وفي تدشين أكد المحافظ أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاح الحملة، داعيا الجميع للتعاون ونشر الوعي الصحي في مركز المحافظة والمديريات. تم تطعيم ضد شلل الأطفال تقريبا 96,000 طفل في محافظة أبين. نتمنى أن يعم هذا التطعيم بالنزول إلى المديريات النائية، وبالذات مديرية قيشان ومديرية سرار ومديرية سباح ومديرية رصد. هذه المديريات النائية التي تفتقر لمثل هذه الأمور، ونتقدم كل الشكر والتقدير لقيادة وزارة الصحة والسكان ولجميع العاملين وقيادة مكتب الصحة برضه في المحافظة ومديريات على هذا الجهود، وكذلك للطاقم العاملين في عملية التدشين. نتمنى لهم التوفيق والنجاح والصحة والعافية والسلام. الرحمن الرحيم. اليوم في جعار أبين ندشن الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. هذه الحملة تقام في كل المحافظات المحررة ومختلف المديريات في هذه المحافظات. احنا بدورنا ندعي الأهالي والمؤثرين في المجتمع مثل خطباء المساجد والوجهات الاجتماعية أن تحث المواطنين على سرعة الدفع بأبنائهم للتطعيم لما تمثل هذه الحملة من مناعة ومكافحة لشلل الأطفال. ناقش محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عام المياه والصرف الصحي المهندس صالح بالعيدي ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بليل، ناقش تنفيذ بعض المعالجات والإشكاليات في شبكة الصرف الصحي بمدينة الكود. واستمع المحافظ من مدير المؤسسة بالعيدي إلى شرح حول الصعوبات التي تواجهها والحلول المناسبة لها. من جانبه استعرض مدير مديرية خنفر عدد من الجوانب الخدمية في المديرية في خنفر، ومنها تلك التي تعترض الأعمال في سد حسان، وتم الخروج بعدد من المعالجات المناسبة لكافة الإشكاليات. دشن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بماضي بمطار ريان الدولي استئناف رحلات الخطوط الجوية اليمنية المباشرة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشرف المحافظ بن ماضي على ترتيبات إقلاع الرحلة المنطلقة من مطار ريان الدولي بمدينة المكلا إلى مطار آل مكتوم بدبي والعودة إلى مطار عدن، مطلعا على التسهيلات المقدمة للمسافرين.
أكد محافظ حضرموت أن استئناف الرحلات المباشرة بين البلدين يأتي في إطار جهود قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادة التحالف العربي، مشيدا بالجهود التكاملية بين قيادة السلطة المحلية بحضرموت ومعالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرا إلى أن هذه الرحلة تأتي استكمالا لاستئناف الرحلات إلى دول قيادة التحالف العربي ويتم التواصل لإعادة الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي ومطارات الدول العربية الشقيقة. طبعا تأتي هذه الرحلة بتوجيهات قيادة البلدين، بلدنا بمثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن اليوم ندشن هذا الخط بيننا وبين دولة الإمارات العربية، نكون قد أكتملت أواصر التواصل فيما بيننا وبين أولا دول التحالف التي نكن لها كل التقدير والمحبة، وهي أواصر ممتدة بكل الوسائل فيما بيننا وبينهم، ومن ثم تأتي أيضا بيننا وبين الدول العربية إن شاء الله تعقب رحلة جمهورية مصر العربية. نحن اليوم سعداء حضرنا إلى هنا ندشن هذه الرحلة إلى دبي، هي رحلتين في الأسبوع. طبعا نحن نعتبر المطارات ليست بوابات منافذ للركاب والمسافرين فحسب، وإنما هي بوابات اقتصادية تعود بالنفع للبلاد، منها يسافر رجال الأعمال ويأتون تأتي المنظمات، وهي بوابة للاقتصاد وللتواصل فيما بيننا وبين العالم، وأيضا للطلاب يجدون فرصتهم وللترانزيت، إذا تعتبر دبي من أكبر مطارات الترانزيت في العالم، فلذلك نحن حريصين على أن نربط المسافرين اليمنيين بالمطارات الأخرى، وإن شاء الله تعقب كل الرحلات التي كانت في السابق ومن مطار الريان بإذن الله. دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بساحل الستين بالمكلة فعاليات مهرجان البلدة السياحية 2024، وخلال التدشين أطلق محافظ حضرموت ومعه الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي والمئات من الزوار أطلقوا 500 من الحمام الزايل إذانا بتدشين المهرجان في دلالة لرسالة سلام من حضرموت للعالم. وطلع المحافظ بن ماضي على عدد من النشاطات المقامة ومنها معرض الأسر المنتجة والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية والمنافسات الرياضية، مؤكدا أهمية المناسبة في إحياء روح الأمل وإضفاء الفرحة على مواطني المحافظة وزوارها وإبراز مواهب الشباب والأسر المنتجة، ومنوها بأن فعاليات هذا العام تقتصر على الجوانب الثقافية والإبداعية، مشيرا إلى جهود السلطة المحلية في تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح المهرجان لتنشيط الواقع الثقافي والسياحي. يشمل برنامج المهرجان ندوات ثقافية وعروض بحرية وتراثية ومخيمات للأسر المنتجة ومعرض للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية ومسرح العائلة للأطفال ومنافسات رياضية في لعبة الجودو ومصارعة الذراعين وكرة السلة. في الحديدة دشن محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال والتي تستهدف تطعيم أكثر من 45,000 طفل وطفلة في المناطق المحررة بالمحافظة. وخلال التدشين الذي حضره وكيل أول المحافظة وليد القديمي، وجه المحافظ طاهر قيادات السلطة المحلية بالمديريات على ضرورة التعاون مع فرق التحصين، داعيا أولياء أمور الأطفال المستهدفين من الحملة إلى الحرص على تطعيم أطفالهم. المستهدفين دون الخامسة حوالي 45,000 طفل، عدد الفرق الموجودة في الميدان 191 فريق ثابت ومتحرك، عدد مشرفي الفرق 48 مشرف موزعين، وبإذن الله سوف يصلون إلى كل بيت إلى كل منطقة في محافظة الحديدة المحررة، وإن شاء الله هذه الحملة تنجح بإذن الله بمساعدة من مدير مكتب الصحة، مدير البرنامج، ومحافظ المحافظة، مساعدة محافظ المحافظة ومدير المديرية، وإن شاء الله أن تمر هذه الحملة مع الفرق من منزل إلى منزل، وإن شاء الله تتم التغطية بشكل كامل على المحافظة المحررة
تستهدف تقريبا ما يقارب 45 طفل من دون الخامسة، وتستمر خلال 3 أيام من تاريخ 15 يوليو إلى تاريخ 17 يوليو. تستهدف مناطق المحررة كامل، محافظة مديرية حيس ومديرية الخوخة وجزء من مديرية الحيمة. شهدت مدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة شهدت مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة بحضور محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية دعما لقرارات البنك المركزي اليمني وجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوقف عبث ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا بالاقتصاد الوطني. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد دعمهم لقرارات البنك المركزي الوطني مطالبين باستمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي للقرارات وتنفيذها بالكامل لتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدين أن العملة الوطنية هي ملك للشعب وحمايتها حق سيادي للحكومة المعترف بها دوليا. وأكد المتظاهرون رفضهم للضغوطات التي تمارس لتأجيل قرارات البنك الأخيرة، محذرين من أي تنازل أو تفريط في حق البنك المركزي الحصري لإدارة السياسة النقدية في البلاد ستصبح خدمة مجانية للميليشيات الحوثية وشرعنة لمساعيها الرامية لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين. لسنا مرهونين لأي أحد، نحن أحرار، نحن أحرار، ونشد على يد الدولة، نشد على يد الدولة أن تستمر وتمضي في قراراتها الاقتصادية. الاقتصاد سلاح ماضي، سلاح قوي، سلاح فتاك. لقد أرهقونا بهذه التصرفات الرعناء الحوثة. هناك لابد أن تكون هناك عملة واحدة، ولابد أن نصدر النفط، ولابد أن نستلم مرتباتنا جميعا. الحوثي هو جزء من اليمن، هو قرية من اليمن، لا يتحكم فينا جميعا. نعم لقرارات البنك المركزي، جاهزين لدعم القرارات هذه، وكذلك تقول تلك السيولة البشرية الأخوة وعلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأخوة أعضاء القيادة الرئاسي، عليهم أن يكونوا جادين في اتخاذ قرارات لتردع ذلك المبعوث الأممي الذي هو ما زال يعيش إلى الآن في أحضان الميليشيات الحوثية. نطالب القيادة ونطالب البنك المركزي في الاستمرار والإصرار على هذا القرار، ونطالب الأمم المتحدة بعدم الضغط على الشرعية بالتراجع عن هذا القرار. نحن نرى هناك تناقض عندما قررت الميليشيات الحوثية عدم التعامل مع العملة الصغيرة عندنا في الأماكن الشرعية. لم نسمع لمبعوث الأمم المتحدة أي صوت، وعندما قامت الشرعية باتخاذ إجراءات تعزيز الاقتصاد الوطني ولا نلقى إلا التباكي منهم والتراسل والضغط على الشرعية، فلا ندري ما هذا التناقض الذي تعيش الأمم المتحدة. تأتي هذه الجماهير المحتشدة تأييدا لقرارات البنك المركزي وحفاظا على الاقتصاد الوطني. ثانيا نطالب ونؤيد، نطالب ونؤيد باستقرار العملة وتوحيدها، تأييدا للقرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني للحفاظ على العملة الوطنية من التدهور نتيجة ما يقوم به ميليشيات الحوثية من تعسفات من أجل تدهور الاقتصاد اليمني. ونحن اليوم أجينا هنا لتلبية لدعم هذا القرار، ونحمل مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة للحفاظ على أو الاستقرار المالي والعملة النقدية في بلادنا. تأييد قرارات البنك المركزي اليمني، وذلك لتوحيد العملة ورفع المعاناة وفارق التحويلات وما فرق ما بين قعيطي وقديم وكبير وصغير. نحن نطالب بتوحيد العملة وتأييد قرارات البنك المركزي، وخرجنا لأجل ذلك. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد الرب هشلة ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب دشناه الجولة الثانية من الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.
وفي التدشين أشاد هشلة بمستوى التحضيرات الطبية الموسعة واستعدادات الكوادر الطبية لتنفيذها في عموم مديريات المحافظة، مؤكدا أهميتها في حماية الأطفال من فيروس شلل الأطفال القاتل، ومشددا على ضرورة الوصول لكافة الأطفال المستهدفين من الحملة. من جانبه أكد مدير مكتب الصحة جاهزية 1248 كادرا صحيا لتنفيذ الحملة في 695 موقعا من المواقع الثابتة والمتحركة في عموم مديريات المحافظة. دشن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال الحملة الثانية للعام 2024 في محافظة شبوه بمشاركة مكتب الصحة والأخوة المشرفين من وزارة الصحة، وإقبال كبير على التطعيم الأولاد نتيجة للوعي وأهمية المضاعفات التي تنتج من عدم التطعيم. حسب المعلومات بأن المستهدفين للحملة 120,055 طفل دون 5 سنوات، عدد الفرق 695 فريق، العاملين المشاركين في الحملة 1248، عدد مشرفي الفرق 192. رسالتنا للسلطات المحلية في المديريات بالتعاون مع فرق التطعيم وإلزام أولياء أمورهم بأن يأخذوا أولادهم للتطعيم. رسالتنا الأخرى للعاملين في مجال الصحة وفي مجال الرعاية الصحية والتطعيم بأن يسلكوا الأمانة في التطعيم هذا بعيد عن أي مخالفات وبكل صدق حتى يستفاد من هذه الحملة. شكرا لكل جميع ولكل من شارك في هذا. رحيل نشل اليوم الدولة الثانية للعام 2024 لحملة شلل ضد مرض الأطفال، ولذلك رسالتنا إلى كل الأخوة المواطنين عليها متوجه إلى كل الفرق المنتشرة في كل المديريات، عليها متوجه بأطفالهم إلى الفرق التحصين لتطعيم أطفالهم، وهذا الأمر سوف يخفف كثير من الأمراض عن الأطفال في المستقبل. في السياق ذاته ولكن في حضرموت، حيث دشن مدير وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري بسائئون دشن الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف للطفولة. واستمع الوكيل العامري ومعه الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة العامة المشرف العام للبرنامج الوطني للتحصين الموسع الدكتور إشراق السباعي ومدير عام مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي إلى شرح حول الحملة التي تستمر خلال الفترة من 15 إلى 17 من يوليو الجاري وتستهدف 86,498 طفلا وطفلة دون سن الخامسة. نحن نعول على خبرات الأخوة في فرق التحصين وفي مكتب الصحة وفي فروع مكاتب الصحة أن تحقق هذه الأهداف وتحقق هذه الاستهداف، وتكون بإذن الله يعني قد وصلت اللقاحات إلى كل المستهدفين من الأطفال في مديريات وادي حضرموت والصحراء. بالتوفيق. نحن أمس كان لنا لقاء هنا تكلمنا فيه بالتفصيل عن الخطة وعن اللقاءات وعن خطة التحرك وعن أيضا كيفية تحقيق هذا الهدف، وبإذن الله سيكون النتائج كما عهدناها في وادي حضرموت نتائج طيبة وبالتوفيق إن شاء الله. نحن هنا كمشرفين عام ممثلين من قبل وزارة الصحة يعني حرصنا كل الحرص بأن نتابع مدى الجاهزية والتحضير الذي بذلت من قبل سواء كان من جانب التثقيف الصحي أو الرعاية الصحية الأولية، ونحن اليوم ننطلق إلى جميع المديريات في سيئون لتلبية هذا النداء لحماية أطفالنا من ضد شلل الأطفال. وأتمنى اليوم رسالتي أن تصل إلى كل أم وكل أب، يعني أتمنى أن يكون حريص جدا ألا يرى طفله من الأطفال الذي يعني يصابون بالفيروس معاق أو يعني هذا الفيروس قاتل، فحماية الأطفال مسؤوليتنا جميعا. الحملة في وادي حضرموت تستهدف 86,400 طفل من سن يوم إلى 5 سنوات، منهم 23,300 طفل أقل من عام. في هذه الحملة سوف يعطى لقاح شلل الأطفال النوع الثاني، وهو لقاح يختلف عن اللقاح الروتيني. هذا اللقاح الذي يستهدف منع سريان
الشلل المتحور الذي ينتشر حاليا في بعض المحافظات التي وقفت حملات التطعيم. دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى الدكتور عيسى الشنقبي دشن الجولة الثانية من الحملة الوطنية الاحترازية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال بدعم من منظمة الصحة العالمية اليونيسف. وفي التدشين حث الشنقبي الفرق الصحية المشاركة في بذل أفضل الخدمات والجهود للوصول إلى كافة المناطق والقرى خاصة النائية والبعيدة عن مركز العاصمة، مشيرا إلى أن المكتب عامل على إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة التي سبقتها محاضرات توعوية للمجتمع المحلي وخطورة هذا المرض القاتل والمسبب لإعاقات وتشوهات نتيجة إصابة الأطفال به. في شبوة أيضا أكد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المروق الاهتمام بأوضاع مستشفى عتق العام للأمومة والطفولة وأوضاع كوادره الصحية، وشدد خلال لقائه بقيادتي مكتب الصحة والسكان بالمحافظة والمستشفى أكد على ضرورة تضافر الجهود لوضع المعالجات المناسبة للمشكلات التي يواجهها خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحوافز المالية للكوادر الصحية، موجها بمواصلة عمل اللجنة التي يرأسها مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب والمكلفة بحل الإشكالية، ومشددا على ضرورة الالتزام بها وبما يضمن حصول كوادر المستشفى على مستحقاتهم المالية كاملة والاستعانة بالدائرة القانونية بالمحافظة حال الالتباس في تطبيق بند من بنودها. عقد في محافظة مأرب اجتماع موسع برئاسة مدير عام التعاون الدولي بوزارة الشباب والرياضة نصر الأحمدي، وضم مدراء ومكاتب الشباب والرياضة في المحافظة غير المحررة، وناقش الاجتماع الإعداد والتحضير لانطلاق المراكز الصيفية. وأكد الأحمدي حرص وزارة الشباب والرياضة ببرامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات والقدرات الشبابية، مشيرا على أنه يجري التهيئة لتدريب 600 شاب وشابة في مركز تنمية القدرات الشبابية في مأرب، وأكثر من 500 شاب وشابة تم تأهيلهم في مركز تنمية القدرات الشبابية من مختلف المحافظات. وناقش مدراء الشباب والرياضة العديد من الموضوعات المتصلة بقطاعات الشباب والرياضة وتعزيز القدرات وتنمية المهارات وتفعيل المناشط الرياضية وتنظيم البطولات في مختلف الألعاب. تفقد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد الداودي تفقد الأعمال الجارية في المرحلة الأولى من مشروع إنشاء صالة الألعاب بنادي أهل عدن الرياضي والثقافي البالغ تكلفته 78 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية. وطلع الداودي على سير الأعمال الإنشائية في المشروع ونسب الإنجاز التي بلغت 50%، ومؤكدا أهمية الصالة في احتضان الشباب والرياضيين لمزاولة أنشطتهم وإبراز إبداعاتهم وتنمية قدراتهم. وشدد الداودي على ضرورة إنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة بالمواصفات والمعايير المعتمدة، لافتا إلى حرص السلطة المحلية بالمديرية على تنفيذ المشاريع خدمة للشباب والرياضيين وبما يسهم في اكتشاف مواهبهم وتمثيل البلاد في المحافل الخارجية. ناقش مدير عام مديرية زنجبار مختار الشدادي مع فرق منظمة التكافل الإنساني ناقش تنفيذ المرحلة الرابعة من المساعدات النقدية للمرضى والذي من المقرر أن يستمر لمدة 6 أشهر. وعبر الشدادي عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة في تقديم المساعدات النقدية لحالات المرضى المزمنة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع وتداعيات الحرب والنزوح على ذلك. أشاد فريق المنظمة بالتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية بالمديرية لإنجاح مهام المنظمة وفق الشروط والآليات المتفق عليها. دشنت الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن صرف مرتبات أسر الشهداء والمناضلين للربع الثاني من عام 2024. وأوضح رئيس الهيئة أحمد قاسم عبد الله أن الصرف يشمل المستفيدين في جميع المحافظات المحررة، ومؤكدا على سرعة وسلاسة العملية داعيا المستفيدين إلى حمل كروت المعاشات والبطائق الشخصية لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر. الاثنين الموافق 15 من يوليو صرف معاشات أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية في كل المحافظات المحررة، ونطالب كل الإخوة المستفيدين من أسر الشهداء والمناضلين بضرورة
حمل كروت المعاشات والبطائق الشخصية حتى يتمكنون من استلام معاشاتهم بكل يسر. أجدها مناسبة أيضا لمناشدة فخامة الأخ الرئيس الدكتور رشاد محمد عليمي رئيس مجلس القيادة ولرفاقه أعضاء المجلس، وعلى وجه خاص الأخ اللواء ركن حيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للالتفاتة للقانون رقم 5 لعام 93 والذي يحدد طبيعة الرعاية المادية والمعنوية. نطالب بضرورة توحيد معاشات أسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة اليمنية على مستوى الجمهورية، ونتمنى نتمنى نتمنى أن يكرم هذا الجيل الذي نذر نفسه منذ وقت مبكر من أجل ما وصلنا إليه. دشنا من عام محلي مديرية إسرار بمحافظة أبين محمد العمري، ومعه مدير مكتب الصحة بالمديرية دكتور نايف شيخ، دشنا الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال للجولة الثانية لعام 2024، والتي تستهدف الأطفال دون سن 5 من منزل إلى منزل في عموم مراكز وقرى مديرية إسرار. وخلال التدشين أشاد العمري بجهود مكتب الصحة بالمديرية على التحضير والإعداد للحملة، داعيا كافة الآباء والأمهات إلى التفاعل الإيجابي في إنجاح الحملة وتسهيل عمل الفرق المشاركة في هذه الحملة الوطنية الممولة من وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف. في مسيرة جماهيرية، أعلن أبناء تعز دعمهم وتأييدهم لقرارات البنك المركزي اليمني بعدن وموقف مجلس القيادة الرئاسي تجاه الوضع الاقتصادي. التفاصيل في التقرير الذي عدته زميلنا عائم خالد. نحن مع الشرعية ومع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ونحن نطالب بتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني. خرج أبناء تعز في مسيرة حاشدة من الرجال والنساء دعما لقرارات البنك المركزي وإسنادا للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفضا للضغوطات الدولية على الشرعية للتراجع عن قراراتها الداعمة للريال اليمني والاقتصاد اليمني الذي يعاني منه أبناء اليمن. دعما لقرارات البنك المركزي التي اتخذها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، والتي تهدف إلى منع التضارب بالعملة، منع الازدواج البنكي بين بنكي صنعاء وبنك عدن، بحيث يكون هنالك اشمل بنك واحد. ثلاثة، توحيد العملة بحيث ليس يكون لدينا عملتين ولكن عملة واحدة. النقطة الثالثة وهي منع او ايقاف تدهور الريال اليمني امام العملات الاجنبية. النقطة الرابعة وهي ضبط او المراقبة على الاموال التي تدخل الى الشركات الصرافة والى البنوك، بحيث يكون البنك المركزي هو المسيطر على تلك العمليات، بحيث يعرف مصدر دخل تلك الاموال ومصدر ايضا خروجها. دائما الاحزاب السياسية والشعب في خندق واحد في تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، ففي مسيرة تعز الكل كان حاضرا لارسال رسائل بان الكلمة الاولى والاخيرة في جميع القرارات تأييد الشعب أو عدمه. قرارات البنك المركزي الساند للاقتصاد اليمني من تعز وجميع محافظات الجمهورية اليمنية معها وبجانبها الشعب لمصلحة العامة، الشعب قال كلمته. لقد مثلت قرارات البنك المركزي اليمني عدن أحد أهم القرارات الاقتصادية والسياسية التي تم اتخاذها من قبل الشرعية في المعركة الوطنية ضد الميليشيات الانقلابية الكهنوتية. ونؤكد هنا دعمنا الكامل لهذه القرارات باعتبارها خطوة محورية في الانتصار للسيادة الوطنية وإنقاذا للاقتصاد اليمني على طريق وحدة النظام المصرفي وإيقاف تدهور العملة الوطنية واستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. الكل يحمل لافتات يسيرون بها في المسيرة تتحدث عن لسان حالهم عن أهمية دعم الاقتصاد اليمني ومنع تدهور العملة وعودة تصدير النفط وإنعاش الريال اليمني الذي بسبب انقسام الصرف الريال في اليمن أدى إلى فجوة لابد من ردمها لأجل اقتصاد يمني حقيقي. قررت البنك المركزي إرادة شعبية، نحن خرجنا اليوم مع هذا القرار، أيضا خرجنا لدعم رئيس مجلس الرئاسة دكتور رشاد اتخاذ مع القرار
الشجاع. انطلقت في محافظة تعز مسيرة تأييدية لقرارات البنك المركزي التي أساسها إنقاذ للريال اليمني من الانهيار. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز. وصلت قيادة منتخب الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بمدير مكتب مدير الكابتن وجدان الشاذلي، واصلت برنامج نزولها الميداني لأندية المحافظة للإطلاع على أوضاعها للوقوف على أهم المشكلات التي تواجه سير عملها. وشملت الزيارة مقر نادي الجلاء الرياضي والثقافي بمديرية خور مكسر واللقاء بإدارته لمعرفة تفاصيل العمل وأهم التحديات التي تواجه سير العمل، بالإضافة إلى الإطلاع عن قرب على أنشطته في مختلف الألعاب. واستمع الشاذلي لأهم الصعوبات والتحديات التي يعيشها النادي، بالإضافة إلى تلمس احتياجاته الضرورية والتي تمكنه على الاستمرارية، مؤكدا أن قيادة المكتب حريصة على تذليل كافة العراقيل وتقديم الخدمات التي تعيد للأندية حضورها الرياضي الذي عرفت به منذ عقود. وصلنا لنهاية الأخبار المحلية، قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية. في أمان الله.